يبدو أن شبح أسامة بن لادن يطارد حكومات العالم حتى بعد مقتله، فالمخاوف من ردود فعل انتقامية بعد مقتل زعيم القاعدة دفعت بعدة عواصم عالمية إلى تعزيز إجراءات الأمن في شوارع ومطارات وأنفاق المدن الكبرى. كذلك فعلت السلطات الأمريكية منذ أمس، حيث أرسلت إدارة الشرطة في نيويورك قوات إضافية إلى المناطق المحيطة بمحطات مترو الأنفاق. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون حذرين جدا حول المبالغة في خطر وقوع هجوم إرهابي. هل ستكون هناك بعض المحاولات؟ بالتأكيد نعم. هل من الممكن أن محاولة أو أكثر قد لا تنجح؟ أقول أيضا نعم. وفي واشنطن تم نشر المزيد من قوات الشرطة بالملابس الرسمية الكاملة داخل وخارج محطات المترو، بالإضافة إلى عناصر مسلحة للمراقبة خارج مقر إدارة المخابرات المركزية الأمريكية.